وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 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 تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم
فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين هنسمع الآية الجديدة اللي خدناها النهاردة ثلاث مرات ونجيب من أول ربع لم ترى الذين خرجوا كما مرة يعني أربع مرات مع الجديد ونسمع الماضي بتاعنا خمس أرباع الناس اللي لسه نايمة وبتسمع نص جزء احنا بقينا بنسمع خمس أرباع عشان ما ننساش خمس تربع من أول السورة إن شاء الله ماضي ضروري جدا يوميا أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم.